السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من مؤشرات اقتصادية. سعداء نلتقي ونتواصل معكم دائما عبر قناة الخرطوم الفضائية في هذه المؤشرات الاقتصادية التي نواصل فيها الحديث حول الموازنة 21 أو 2021. هذه الموازنة التي ما زال الجدل حتى هذه اللحظة يدور بين القطاعات الاقتصادية حول الكثير مما ورد فيها، وخاصة فيما يتعلق بعملية الانفاق وبالذات قضية التنمية. موازنة 2021 أيضا فيها الكثير من الأرقام التي تحتاج إلى وقفة، وكذلك تأتي الموازنة في ظروف اقتصادية صعبة في الداخل، وكذلك حتى ظروف إقليمية واقتصادية عالمية أيضا صعبة، كل باعتبار أنه جائحة كورونا تركت آثار مهمة جدا على الاقتصاد العالمي، وهي آثار في غالبها سالبة. كذلك جاءت الموازنة في ظروف اقتصادية ربما أيضا مواتية، باعتبار أن السودان قد خرج من القائمة الأمريكية للإرهاب والقائمة السوداء، والتي حرمت السودان كثير جدا من الميزات العالمية في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية المختلفة، خاصة في قضايا القروض وقضايا الديون وقضايا مختلفة جدا، على رأسها طبعا أيضا واحدة منها حرمان السودان في الوصول إلى عديد من الأسواق العالمية المؤثرة والفاعلة في دولة تملك كل شيء. إذا موازنة 2021 تثير الجدل لأنها جاءت في ظروف مختلفة، على الأقل كثيرا جدا إذا قارناها بموازنة 2020. الموازنة تحتاج إلى كثير من الأحاديث سنواصل فيها التشريح والنقد والإضافة أيضا من خلال أنها جهد بشري مهم جدا. طبعا أهم حاجة في الدولة في العام هي الموازنة، لأنها القانون حينما تتحول بعد إجازتها في المجلس التشريعي وهو مجلس الوزراء والسيادة تتحول إلى قانون تصبح ميزانية، وبالتالي كل بنودها واجب التنفيذ. سعيد جدا ارحب بوصلنا الدكتور الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الرمادي. دكتور مرحبا بك. مرحبا بك وعليكم السلام. سعداء نلتقي ان شاء الله. مرحبا بكم دكتور. ما اعرف كده نبدا من نقطه الى حد ما مهمه، يعني هل حاسس انه موازنه 21 بعد كل هذا الجدل الكثيف حولها تسير في الطريق المرسوم او المتوقع من الاقتصاديين تجاهها، ولا حاسس انه لسه تحتاج المزيد من النقاش والحسم والاضافه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو حقيقه يعني انت محق في مقدمتك لما ذكرت انها هي الحقيقه تاتي يعني في ظروف استثنائيه ويعني ممعنه في القتامه حقيقه، بسبب جائحه كورونا، بسبب يعني وما وانعكاساتها على وافرازاتها على ليس الاقتصاد السوداني فحسب وانما حتى على الاقتصاد العالمي. نعم. مما جعل حتى الدول الصديقه والشقيقه تعجز عن ان تمد يد العون للسودان، وايضا تزامنت مع ظروف يعني فيضان غير مسبوق في السودان الا قليلا. نعم. ويعني زاد الطين بله، وجاءت كمان في ظروف سياسية يعني وعدم استقرار سياسي. يعني كل هذه الأشياء الحقيقة جعلت القائمين على أمر يعني الاقتصاد وإعداد الموازنة بالذات في وضع لا يحسد عليه حقيقة، وصعبت العملية بالنسبة لهم كثيرا. نعم. نعم. فجاءت الموازنة دون يعني الطموحات بالنسبة لرجل الشارع يعني، وبالذات والسواد الأعظم من الشعب الآن يعني أصبح يعني دون خط الفقر. كثير من الشرائح، كثير من الأسر دخلت تحت خط الفقر، وأصبحت الحاجة ملحة، ومعدلات التضخم أصبحت يعني تتسارع بوتيرة مخيفة ومزعجة ومخلة حقيقة. دكتور إذا جينا للنقطة، دائما عادة عشان تكون عندك موازنة مواتية لابد أن تكون قد أقمت ورش عمل وندوات ولتقييم الميزانية السابقة. هي عندي موازنة لسه ما وجدت قانون التشريع. طيب 2020 هل حس انه كانت تحتاج الى وقفه اطول واعمق مما جرى حولها؟ هي حقيقه يعني انت في مثل هذه الظروف يعني ليس من العدل انك تطالب القائمين على الامر، ولو انه انا لا اعفيهم
من بعض الـ الـ يعني الـ القصور في هذا الاتجاه وفي إجراءات معينة يعني. ولو لكن لا تستطيع أن تتوقع منهم ما تتوقع في الظروف العادية. وبالتالي يعني ندي يعني فسحة أو مجال لتمرير بعض التجاوزات ولا نطالب بالجودة كاملة. نعم. ولكن رغم ذلك هناك أشياء كان يمكن تلافيها حقيقة وتخفف من المعاناة. يعني واضح جدا أنه لم يكن من الضرورة بمكان أن 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 تتسارع الخطى في إجراءات كلها تضخمية. مشكلة الموازنة ارتفاع معدلات التضخم. طيب. وقد وصلت معدلات التضخم في السودان كما أسلفت يعني معدلات حتى أصبح يحذر منها صندوق النقد الدولي صاحب الروشتة التي أدت إلى ما نحن فيه وارتفاع معدلات التضخم. فصنف السودان حسب تصنيف له لدول العالم تالي الدولة بعد فنزويلا وزيمبابوي السودان من حيث ارتفاع معدلات التضخم، وده شيء مزعج للغاية. ومزعج لأنه هذا التصنيف يجعل المستثمر يأخذ حذره كثيرا قبل أن يقدم على دولة معدلات التضخم فيها يعني وصلت هذه المعايير. ولكي نضع الأمور في نصابها، يعني هناك من الخبراء العالميين يعني بروف هانك ستيف هانك في جامعة جون هوبكنز يعني قدر معدلات التضخم في السودان ب 300%، بينما قدرها صندوق النقد الدولي ب 200%. وهو يلوم او يعيب على الحكومة انها يعني تفلت منها هذه الاشياء لدرجة انها تصل. هذه معدلات مزعجة للغاية وتقود الاقتصاد الى الانهيار حقيقة. عادة لما بالنسبة للمشاهد الكريم دائما عندنا التركيز عند المشاهدين انه اول ما تقول موازنة بيتم التركيز حول الارقام، طوالي المشاهد بيشغل الارقام. طبعا في اهداف للموازنة كثيرة بتضعها الدولة من خلال انها تريد ان تصل بها يعني، لكن المشاهد الكريم يهمه الارقام. هل ممكن، انا ما اعرف انت عندك جدول بدقة يعني ممكن نتحدث عن هذا؟ جدا يعني انا يعني اجريت بعض الـ يعني العمليات الحسابيه البسيطه يعني هي حتى نلقي نظره على هذه. اولا فيما يتعلق اذا 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 اردنا ان ناخذ فكره عامه عن يعني ملامح عامه عن الموازنه. طيب ممكن نبدأ بأنه يعني هي الإيرادات في 2021 الآن مقدرة بكم؟ مقدرة ب 938 مليار جنيه. في 2020 كانت 568. في الظاهر أن هذه 938 حقت السنة الجديدة أكثر بكثير من 568، كأنها زادت الضعف تقريبا. ولكن هي مقدمة بالأسعار الجارية، وهذه من الأشياء التي ينبغي أن ننبه لها المستمع العادي. يعني ينبغي أن تكون حساب هذه الأشياء في ظل معدلات تضخم جامح.
كالذي عندنا. لابد من حساب الموازنة بالأسعار الثابتة وليس الجارية. يعني الجارية دي معناها شنو؟ داخل فيها التضخم. يعني معناها إذا قلنا التضخم أخذنا بالتقديرات بتاعة صندوق النقد الدولي أن التضخم 200% في السنة، معناها شنو؟ معناها زادت الأسعار من بداية 2020 الحنقارن بها لغاية نهاية 2020 شهر 12 ونحن في شهر واحد الآن حتبدأ عندنا، أخذت سنة، خلال هذه السنة زادت 200%، يعني معناها الزيادة ضعف الحجم الرئيسي الأولاني اللي بدأ في سنة 2020. يعني معناها عشان أرجع الرقم الحالي للأسعار الثابتة لازم أقسم على 3، الأصل زائد الزيادة التضخمية. ما هذا الرقم اللي أدونا ليه هسدي 938 ده رقم يحمل تلتين تضخم وتلته حقيقة، حقيقة اللي هو 313 دي الحقيقة، ده الحقيقة، ده الرقم الحقيقي بالأسعار الثابتة. ينبغي يعني 620 مليار دي كم؟ 620 مليار، 600 وشوية مليار دي، أيوة دي يعني هي زيادة تضخمية. بالنسبة للمواطن العادي طبعا ما هو هذا التضخم؟ يعني هذا التضخم هو زبد، هو زي كالرغوة، لكن يأكل مصادره اللبن، اللبن اللي بيتخطه في النار بيفور بيعمل رغوة بيفوق، صح؟ طيب نحن الوقت اللي عملناه وزحينا الرغوة دي، الرغوة دي تلتين، لا حول، جينا لقينا اللبن الأصلي الباقي لنا تلت الحلة. فده تبسيط للشخص العادي عشان نقرب له صورة. فالرقم الحقيقي هو بيقتلت بمعدلات التضخم التي أقرها صندوق النقد الدولي. المصروفات نفس الحكاية، كانت 584 بقت زادت، بقت فوق ال 1065 مليار، يعني تريليون، تريليون، لا بالمناسبة هي بقت تريليون، وده لا ده ده المقدر، بقت 1000 تريليون، بقت 1000 تريليون، ايوه 1000 تريليون بالعملة القديمة، نعم نعم، لا هي 1000 مليار ما في 1000 تريليون، لكن لا بالقديمة لا خلاص ما في عملة قديمة وجديدة دلوقتي، خير، فبقت 1000 مليار مع زايد يعني 65، لكن 1000 مليار وحقيقتها هي 355 مليار. ليه رجعناها لما شلنا منها يعني الرغوة الفوق دي، شلنا منها التضخم، الزيادة التضخمية، ورجعنا للأسعار الثابتة. ده يصور لك الوضع ده. المصروفات الرأسمالية اللي هي التنمية كانت في 2020 58 مليار، زادوها إلى تقريبا 10 أضعاف، لا لا يعني زادوها 4 أضعاف 3 أضعاف شوية، وصلت 211 من 58 إلى 211 مليار. لما رجعناها وحذفنا منها بالأسعار الثابتة، حذفنا منها الزيادة التضخمية، بقت 70. نعم فيها زيادة، فيها زيادة، نعم، يعني التنمية، بند التنمية فيه زيادة، نعم. فعلى أي حال هذه هي الصورة فيما يتعلق ب يعني مجمل الملامح العامة. أما في التفصيل
يعني الصورة كمان مزعجة تبدو، لأنه نجي مثلا نأخذ اعتمادات الموازنة مثلا الصحة. الصحة في 2021 اعتمد لها 99 مليار. طيب من كم؟ من 16 في 2020 كانت 51، هنا 99، في زيادة اولموست تقريبا الضعف. صح، ولكن لما عملنا هذه المعادلة وخفضنا الزيادة التضخمية الحقيقي وصل 25 مليار. 25 مليار بالأسعار الثابتة، نصف الاعتماد بتاع السنة اللي فاتت. يعني الصحة حيكون المعتمد لها، يعني ما معنى ال 25 مليار دي حتجيب نص الأدوية ونص المعدات ونص يعني لوازم النظافة والرواتب، حجيب نصف ذلك اللي كان السنة اللي فاتت. فمعناها في واقع الحال الحقيقي أن اعتماد الصحة قل إلى النصف تقريبا. طيب التعليم بنفس المنطق ارتفع من 107 يعني من 61 إلى 127، أكثر من الضعف. لكن إذا عملنا زيادة تضخمية، لكن في واقع الحال بالأسعار الثابتة أو الأسعار الحقيقية هو 34 مليار، نقص من نصف الاعتماد بتاع 2020 السنة الفاتت. لا يوريك أنه إلى أي حد الأسعار أو الأرقام قد تكون خادعة في ظل معدلات تضخم. وده اللي نحن عايزين نلفت له النظر، أنه الناس ما ترفع توقعاتها بأنه حيكون في صرف أكثر في التعليم، صرف أكثر في الصحة، صرف أكثر في الدفاع. الدفاع نفس الحكاية، من بالأسعار الثابتة 2020 51 مليار، بالتضخم في 2021 90 مليار، قرابة الضعف. لكن حقيقة هو الثلث 30 مليار، يعني نقص الدفاع، ميزانية الدفاع نقصت للعام الجديد من 51 إلى 30 في الأسعار الثابتة. فلا يظن أحد أنه الدفاع بالغ له في الزيادة. طيب الدعم السريع نفس الحكاية، نقص من 15 إلى 12 بالأسعار الثابتة، ولو أنه ظاهريا بالأسعار الجارية 37، من 15 إلى 37 الضعف. يعني طيب في حاجات لازم يعني نقيف عندها. أنا حادي يعني مثالين. طيب الـ 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 بالنسبة للبند المصروفات اسمها الجارية الاجتماعية، الحماية الاجتماعية 2021 ارتفعت إلى 313 مليار. في 2020 كانت 47 فقط، فارتفعت بنسبة عالية جدا نظريا. طيب ولكن لأنه الارتفاع كبير جدا، دي الأسعار الثابتة فيها حققت زيادة حقيقية، فأصبحت 104 من 47. في 2020 ارتفعت الأسعار الحقيقية إلى 104، دي الزيادة، البند اللي حصلت فيه زيادة حقيقية. طيب بند ثاني واحد حصلت فيه الحكاية دي وهو بالنسبة لمجلس الوزراء. كان في 2020 يعني 298 مليون مليون نعم وليس مليار وليس نعم مليون نعم
ارتفع الى 2.63 مليار، يعني تضاعف قرابة التسعة مرات. فإذا شنو زاد تضخم يكون في زيادة. طيب، لأنه المضاعفة أكثر من 200%، بالتالي أصبح في زيادة حقيقية، فارتفع إلى 88 مليون. يعني بالأسعار الثابتة ارتفع من يعني ممكن تقول من 200 من 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 300 مليون الى الى 880 مليون. طيب احنا عندنا اخونا زيادة من 300 مليون الى في مخصصات مجلس الوزراء الى 880 مليون. ده اكبر بند تحدث فيه زيادة. طيب خلينا نعود لك دكتور، لكن نشرك الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير. دكتور مرحبا بك. مرحبا اخي عارف وضيفة العزيز الرماد وكل متابعين قضيه الخرطوم في كل بقاع السودان وخارج الاسلام. دكتور خلينا ناخذ منحه مهم جدا في موازنه 2020، توفرت لها ظروف، هل يمكن تساعد هذه الميزانيه على ان تعبر وتنجح رغم الخلاف حول الارقام وما ورد في الارقام؟ يعني مثلا السلام، رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يعني يمكن نقول هذه موارد حقيقية توفرت الموازنة يمكن تساعدها على تحسين الأرقام، ولا هذه لسه تحتاج إلى وقفة باعتبار أنه سيكون هناك صرف على السلام ذاته، يعني لأنه 750 مليون دولار كل سنة. يعني أنا أفتكر ما تحقق من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإجازة قانون الحصانة السيادية أمر مهم وأمر جيد، وتحقيق السلام رغم انه لم يكتمل، كنا نامل ان تنضم كل الحركات الى طاوله السلام والى صيغه السلام، وهذا امر جيد، ولكن نقول ان الموازنه العامه للدوله وكل ما نخشاه اننا ذكرنا ذلك في موازنه 2020 وقبل اجازتها ان الموازنه متضخمه وغير واقعيه وغير موضوعيه وغير قابله للتطبيق. رغم ان المناخ ايجابي كما ذكرت اخي عارف، وكما يعني تجاوب المجتمع الدولي بعد رفع السلام من هذه القائمه يساعد في اندماج المصارف السودانيه مع المصارف العالميه، ودائره تهيئه القطاع المصرفي من اعاده هيكله وسد نقص الكوادر الموجوده في عدد 10 ولا 11 مصرف لا توجد لها مجالس ادارات او لم يعين لها مدراء عامين، ودي دائره استعدادات داخليه، يعني ليس المؤشرات الايجابيه العالميه وحدها هي التي تساعد في تحسن الاوضاع، بل السياسات الداخليه الاقتصاديه سواء كان الماليه او النقديه هي التي تجعل الاستفاده من هذا المناخ جيد. أقول أن الموازنة تجاوزت 1.1 تريليون جنيه، ولا يعقل أن تكون موازنة العام 2019 هي حوالي 250 ثم تقفز للموارد تقريبا على سبيل المثال ثم تقفز إلى 570 في 2020، ده المستهدف، ولكن الفعلي كان أقل من 300 مليار، ومعناه المنفذ هو حوالي 46% من الإيرادات في عام 2020. لا يعقل ان يكون الاداء الفعلي اقل من النصف في 2020 ثم نخفض بالايرادات مره اخرى لحوالي 932 مقابل انفاق عام اكثر من تريليون وعجز الموازنه حوالي 83 مليار جنيه. بعد هذه القفزه الكبيره نجد ان التنميه حوالي 86 مليار، اي اقل من حوالي 9 أو 8% من اجمالي الانفاق العام، ودي نسبه ضئيله جدا، حتى الان نتعامل مع التنميه بصوره يعني ضعيفه شديد. وهذا الامر يقودنا الى التنميه التي نفذت في العام 2020 هي لا تتجاوز 5.6 مليار، اللي حوالي 9% فقط من المستهدف في العام 2020. نقول ذلك ونريد ان نوضح ان الموازنه لابد من اعاده هيكلتها، لابد من ان تعاد هيكلتها لتوظيفها للقطاعات الحيويه في الاقتصاد والقطاعات المهمه والقطاعات الخدميه. اقول ذلك ونفترض ان تكون الموازنه واقعيه. أنا أفتكر في مبالغة كبيرة جدا مع مراعاتنا لخريطة التضخم وسعر الصرف، ولكن في مبالغة كبيرة جدا في إعداد الموازنة وفي تضخمها، وهذا يشير رغم أن القروض الموضوعة في الموازنة 4.4 مليار دولار قروض ومنح، منها قروض 700 مليون ومنح حوالي 3.4 مليار. أنا أفتكر في مبالغ ضخمة جدا ولا نتوقع أن تتحقق بالفعل، وهي محسوبه على اساس 55 جنيه مقابل الدولار، ولكن كل ما نخشاه ان تكون الموازنه متضخمه وفي نيه الحكومه ان تحرر سعر الصرف.
نحن لا نعترض على تحرير سعر الصرف، ولكن يمكن ان يحرر سعر الصرف اذا الدوله امتلكت احتياطي لا يقل عن 4 الى 5 مليار دولار يمكن مع تحرير سعر الصرف واداره هذا الملف او هذه السياسه بصوره جيده، بما يجعل السعر سوق الموازي والسوق الرسمي متساويان او متقاربان بعضهم البعض. ولكن كل ما اخشاه ان تكون هذه الموازنه غير قابله للتصدير بشكل كبير جدا، خاصه كما ذكرت اخي عارف ان تكلفه السلام قد تفوق تكلفه الحرب، ولكن ميزه السلام بتكلفتها المرتفعه ان السلام به بناء وبه تنميه وبه تطور وبه استقرار وبه دخول المناطق الخاصه بالنزاعات ذات المثال، ولكن الحرب هو تدمير وخساره على الحروب وعلى السلاح وغيرها. نحن نريد ان نقول ان الموازنه لم تخضع لمشوره كبيره جدا ومشوره واسعه من قبل الخبراء واساتذه الجامعات واتحاد اصحاب العمل، الان يشتكي من انه لم يشرك في هذا الامر بصوره اساسيه، كذلك الحاضنه السياسيه. لا زالت الحاضنه السياسيه في 2020 و2021 تشتكي وتطالب بان تنفذ سياساتها. انا استغرب حتى الان الحاضنه السياسيه التي تقدم وترشح الحكومه هي تشتكي وتقول رايها عبر وسائل الاعلام كما الخبراء واساتذه الجامعات، ولا حول ولا قوه لها بان تلزم الجهاز التنفيذي ببرنامج سياسات محدده لتصحيح مسائل الصرف. شكرا، وصلنا الخبير الاقتصادي دكتور محمد نيال. شكرا دكتور. طيب نعود من دكتور نعود لك دكتور عبد الرمادي في نقطة مهمة جدا اللي هي حاليا بتخوف منها الناس، يعني الكلام دائما عن التضخم، هذا اللي بيحسه المواطن في حياته اليومية، انه انا ماشي اشتري فول، عايز اشتري عدس، عايز اشتري صابونة، عايز اشتري، بلقى الاسعار متضخمة. في نفس اللحظة في شكوى من كثير من المؤسسات المالية بيقولوا انه الكتلة النقدية في السوق يا سيد الفرد برضه كبيرة، يعني في ناس بيقولوا 900 تريليون، في ناس بيقول لك 1000. إذا في مشكلة يا سيد الفاضل؟ المشكلة الأساسية هي حقيقة السياسات هي التي الخاطئة هي التي تتسبب في هذه الإفرازات. يعني نحن تحدثنا كثيرا أنه هناك أسباب للتضخم، لماذا يترك التضخم حتى يصل مراحل يعني الجموح بهذه الصورة؟ يعني كان يمكن تلافيه عندما كان في حدود الخمسينات وحذرنا من ذلك ألا يتجاوز، ولكن يعني لم يلتفت إلى ما قلنا. والإنفاق الحكومي أولا المترهل هو الذي تسبب في يعني هذا ارتفاع معدلات التضخم. دخول أكبر خطأ اقتصادي وقعت فيه الإنقاذ وهو سبب المشكلة بتاعت التضخم دي أنها طبقت نظام الحكم الولائي وأصبح الحكم الاقتصاد يتحمل الإنفاق على 19 أو 18 دولة. صح، نعم. 19 دولة بما فيها المركز 18 ولاية والحكومة الاتحادية 19، وكل واحدة برئيس جمهوريتها نسميه والي، وعنده مجلس وزراء وعنده مجلس تشريعي من عجب، يعني يشرع شنو؟ دي مجالس بلدية، وعنده بعد تعب تحداك بعدين كمان في هيكل تاني لسه المحليات والمعتمديات والمش عارف ايه وجيوش جرارة بعربات وإنفاق من لا يخشى الفقر، وكله يتحمل هذا الإقصاد المكدود المواطن البسيط، فأدت إلى فتح هذه الصقرة وتزايد التضخم، وحذرنا منه في حينه ونحن نجأر بالشكوى من قبل 10 سنين ولم يلتفت إلينا، فتفاقم المشكل. كنت أتمنى لو أنه الحكومة الجديدة بمجرد ما وصلت أنها كانت تعيد النظر في نظام الحكم، لا ده ما في اتفاقية جاية، ما لكن الوضع ما احتمل. فلذا لا برضو في المجالس التشريعية المجمدة والوزارة. المهم أنا في تقديري أنه ده زاد، أنا بحلل دلوقتي. صح، نعم صح. التحليل هو كده، ما هي الأسباب ليه عندنا تضخم بهذه الصورة؟ تأتي الإجراءات، يعني مثلا يجيك وزير مالية البدوي وننصحه
ونقول له يا أخي ما في طبيب بيدي الدواء علبة الدواء جرعة كاملة يقول لها دفعة واحدة للمريض خذها عشان تبرأ في يوم واحد. ما تدي الرواتب، فكرة جميلة أنك تزيد الرواتب وينبغي أن تزاد الرواتب كان، ولكن تديها تكون متدرجة وزعها على 3-4 سنين، كل 6 شهور تدي جرعة. أعطاها دفعة واحدة لشهر واحد وعجزت الحكومة عن تسديد ما تبقى للشهر اللي بعده، وبقت مشكلة وعملت أثر تضخمي يعني حتى الآن لم يستطيع الدولة تلافيه أو الحكومة تلافيه، وجاءت أشياء وقرارات أيضا. طيب من نحن كاقتصاديين ندرك أنه رفع أن وجود دعم للسلع هي صورة من صور تشوه الاقتصاد، دي حقيقة نقرها، ولكن ورثت هكذا. طيب عشان أنت دلوقتي عشان تتخلص منها ما تخلق مشكلة تانية، ترفع دعم دفعة واحدة من الجازولين ومن البنزين ومن الكهرباء، كل هذا تضخمي، وكل خطوة من هذه الخطوات تضخمي، كل هذه العناصر تدخل في الأسعار بتاعت النقل، والنقل يدخل في أي حاجة، مدخلات الإنتاج صح، نعم. بكرة إنتاجك الزراعي والصناعي والخدمات كلها ترتفع، المواصلات ترتفع، المواصلات يعني الباص العادي الشعبي كان ب10 جنيه المشوار، الآن ب100 جنيه، 10 أضعاف. هذه القرارات كان ينبغي، وقلنا تدرجوا فيها عبر سنوات، لا تطبق فجأة واحدة، يعني هذه هي روشتة صندوق النقد الدولي. طيب الروشتة الذي أتى الآن لينتقد ارتفاع هو نفسه التضخم، نعم هو جرانا لهذا، وهو الذي الآن يجي ينتقدنا، نعم. طيب ففي سؤال المشاهد الكريم دارس، يعني يقول لك والله يا أخي طيب الصندوق ده خلاني أنا أطبق السياسات دي، طيب حديني شو مقابلة؟ ما هو يوعدك وعود، نحن سوف شوف بلد بتدعم سلع وتدعم مش عارف ايه ومش ده بالنسبة ليهم اقرب الى الكفر، ده عند صندوق ايوة، عشان كده نحن ما مستعدين، ده تشوه في الاقتصاد. انا الذي يحيرني انه هذه العين التي رأت هذا التشوه في الدعم لماذا لم ترى التشوه في الرواتب التي ظلت في العقدين الماضيين لم تتم زيادتها؟ وقبل 5 سنين الإنقاذ كونت لجنة من خبراء وعلماء اجتمعوا وقرروا أنه الأسرة التي تكون من 5 أفراد محتاجة إلى 8 مليون 8600 8600 جنيه في الشهر، في الوقت اللي كان يتقاضى الفرد فيها أو رب الأسرة بعضهم 1000 وبعضهم 2000. لا أدري الآن هل عدل الراتب؟ لما عدل من البدوي من قرارات البدوي ما تراجعوا عنه يا أخي، ما البدوي بعده ما قدروا يدفعوها. لا ما تخليه ماشي، ما كل المؤسسات تراجعوا عنه، لا ما كل المؤسسات. إذا يا ريت لو ماشي، لا ما كل المؤسسات، لا ماشي ماشي. ما أفتكر في جهة بدوها الآن. لا لا لا. الراتب ده لا تخليه، ما في، ما أعتقد أنه في التي أعرفها نفس الرواتب يعني، لكن التضخم جاكلها صح؟ ما بالتأكيد التضخم جاكل، نعم، لأنه التضخم تضاعف الآن، يعني شوف في أي سلعة تلقاه تضاعف 7-8 مرات، فأكل العمل البدوي. ما يعني هو ده ذاته تضخمي، أنك أنت تدي رواتب بكميات زي دي قبل ما تهيئ لها، ما نحن نصحنا يا أخي أنت لما عايز تدي رواتب زي دي بتاع البقارة قاعد حرس الناس، أول ما قبضوا قروشهم ضاعف أسعاره بطريقة غير التضخمية بتاعت الأسعار العادية، هو خدت كمان طيب زيادة. في سؤال تاني، طيب معلش ما أنا فتحت الباب بس يكون المستمع أيوة نعم أو المشاهد أيوة نعم. منتظر مني، طيب شنو كان مفروض يعمل البدوي؟ هناك أنت ممكن تنافس بتاع البقالة اللي في الحي ده بالتعاونيات صح، نعم. وانا قلت لهم يا اخواننا ما تنتظروا لما تبنوا مباني جميله جدا للتعاونيات حتى تقوموا تكونوها، مجرد خيام
في الأحياء وبكثرة، بحيث أنه ست البيت تطلع من بيتها تمشي بكرعيها للخيمة تشتري الخيمة دي تنافس بتاع البقالة دي عشان ما يغالي، لأنه صح هناك نعم مغالاة أيضا. نعم هذه الأسعار التضخمية فيها إضافة من المغالاة. صح نعم. وهنا يعني ينبغي أن أتنبه إلى أنه أحيانا السلطات، يعني قرأت في بعض المنشورات، تطالب وتهدد وتسن قانون وعقوبات على أصحاب المحلات التجارية ولا تطبق، بأنهم يضعوا ديباجات بالأسعار. هذا ليس من العدل في شيء في حقهم، في ظل معدلات تضخم ترتفع بهذا المنوال السريع. هل يمكن صاحب المتجر أنه يغير أسعاره كل صباح في الدكان كله؟ لا يمكن. فلا تطلب المستحيل منه، أضبط معدلات التضخم عندك، كل شيء يتوقف. أضبطه كيف؟ توقف الصرف الإنفاق الحكومي المترهل، توقف الإهدار اللي بيحصل في التهريب في الفساد. البلد دي منهوبة بالفساد والتهريب، وما عاد سر ولا أحتاج أنه عشان أشرح. الذهب الأهلي فقط إنتاجه مثبت وأنا أعلم ذلك، على الأقل 200 طن في السنة. الذي اعترفت به الحكومة في وقت من الأوقات 33 طن، أين الباقي؟ 170 طن وين؟ التهريب. طيب دي تفقد السودان 8 مليار دولار سنويا، 8 مليار دولار سنويا لا تحوينا أن نمد أيدينا إلى أي دولة ولا الصندوق ذاته ولا الصندوق. بل السودان بعد سنوات إذا اتبع الروشتة الوطنية الحقيقية لديه من الإمكانات، وأقولها بتحدي، يأتوا لنا باقتصاديين وطنيين، السودان بعد 5 أو 7 سنين يكون دولة مانحة وليس متلقي للمنح والهبات من الدول. لدينا من الإمكانات ما لا يتكرر في دولة واحدة، إمكانات زراعية، ثروة حيوانية، لدينا من الأراضي. نحن حتى الآن ما استغله من أراضينا الصالحة للزراعة أقل من 20%، ومن مياهنا أيضا، وليست مياه الأنهار 7 أنهر وإنما أمطار تكفينا. طيب وعندنا نعم أيضا أمطار، يعني عندنا مياه جوفية أيضا، ولدينا معادن ليست صح نعم موجودة في العالم. دي المعلومات دي ممكن نعلق الكل الشعب السوداني يعرفها دكتور. لكن خلينا ناخذ برضو نفس السؤال تاني. البعض يقول إن واحدة من الإشكالات التي ستواجه الموازنة الكتلة النقدية الكبيرة. الكتلة النقدية الكبيرة يا راجل، يا رجل الآن بعض الأخبار تقول إنه قرابة 900 تريليون دي كتلة نقدية، المفروض نطبع عملة جديدة. نعم أها. يعني هذا الموضوع، موضوع الكتلة النقدية الحقيقة، يعني هو يقع كمان يعني ضحية لكثير من سوء الفهم حتى من الاقتصاديين، حتى يعني من بعض الاقتصاديين. كيف يعني؟ وأنا يعني هذا ما يزعجني. يعني أولا، من الذي، كيف يتحدد الكتلة النقدية؟ أولا هناك اقتصاديين حتى اليوم يتحدثوا عن أنه سبب التضخم الطباعة الكثيرة. هذا خطأ. ثانيا أنه سبب التضخم أنه نحن نطبع بدون غطاء. يا أستاذي، وديل بعضهم أساتذة الجامعات، أرجو الناس ترجع وتصحح المعلومات. من سنة بداية السبعينات في عهد ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تمرد على هذا النظام اللي كان أقر في العالم فيما يعرف ببريتن وودز أجريمنت.
مؤسسات فرضت انه اي طباعه للعمله وزياده العمله يكون ما هناك ما يقابلها من الغطاء من الذهب. نعم. عندما اصبح الدولار دوله يعني عمله دوليه وصعب على امريكا ان توفر كميات من الذهب كتلك فانسحب وتمرد على هذا. صح. واصبح يطبع بدون. طيب قام دول العالم تواضعت على شيء معقول برضو انه طيب بقى دلوقتي يعني كل سنه اصبح ساي، فقالوا لا تكون هناك نسبه وتناسب ما بين الحجم الكتله النقديه يكون نسبه معينه من الناتج المحلي الاجمالي. نعم. كل دوله تطبع على قدر قوه اقتصادها. قوه اقتصادها وين تجي؟ تقيسها بشنو؟ بالناتج المحلي الاجمالي. طيب قسناها بالناتج المحلي الاجمالي ده بالنسبه للدول العالم الاول قرروا انه تكون 10%. مع الاسف بعض دول العالم الثالث افتكروا 10% دي كتاب منزل، ونحن منهم. اها. فحددنا الكتلة النقدية تكون 10% من الناتج المحلي الإجمالي بتاعنا، واتضح أنه نحن عندنا قطاعات في المجتمع تقليدية أنه لا تتعامل مع المصارف، بينما الدول العالم الثالث كل مواطن يتعامل عبر المصرف وعنده حساب في المصرف. نحن هنا عندنا 6%، ده تقدير، كمان في ناس بيقولوا 4% من تعداد الشعب السوداني هم الذين يتعاملون مع الجهاز المصرفي. نعم. طيب هذين القطاعين التقليديين، القطاع الرعوي والقطاع الزراعي، ما يتعاملوا مع المصارف. تجي تعاملني انا زي اوروبا تقول 10%، لانه دي قروش خارج الدوره الاقتصاديه مجمده. أه. طيب يعني بتاع القطعان ده لما يبيع له بهايم شي قروش وديها معاه مش كده؟ نعم. بيجيبها في مصرف؟ لا، ما دخلت في الدوره الاقتصاديه حتى بغلب الناس يعني بتاع الزراعه مش كده؟ عندنا هنا في العاصمه هناك جهات وبعض التجار، ما في داعي نذكر الاحياء والمش عارفين والاسواق، ولكن هناك اسواق بعينها فيها اعلى نسبه دخل يعني تداول، بيقول تداول للمال. أه. ايوه تيرن اوفر. أه. في اليوم بالتريليونات وما بتدخل الجهاز المصرفي. الجهاز المصرفي ده كمان عيب في الجهاز المصرفي. ليه؟ لانه البنك السوداني مديهم يفتحوا من الساعه 8 صباحا الى 12 ظهرا، زي زمان لما كان عندنا 5 تجار. طيب خلينا نقول احنا الزمن ضايقنا، لكن احنا بس الطباعه يعني انت احنا باقي لنا 3 دقائق، لكن الطباعه طيب المفروض نوقف الطباعه الان. لا، الطباعه. أها. احيانا التضخم كما هو اذا تجاوزت، يعني احنا لو لينا انا بقدر انه الكتله النقديه بتاعتنا المفروض تكون 20 الى 25% من حجم الناتج المحلي الاجمالي. طيب المفروض تكون كده. طيب نعم. نحن الان حاصرينها في 10%، وده اللي خلى تكون في صفوف في يوم من الايام في المصارف وفي الصرافات. طيب نحن زي زمن شارف النهاية، احنا في الخاتمة، لانه الميزانية لسه محتاجة برضه لارائك، اذا حاسس انه في رسائل تريد ان توجهها لوقوف وزارة المالية. رسائل؟ اي نعم. لوقوف وزارة المالية، ما لسه الموازنة في كلام، لسه الارقام يعني. انت حاسس انه المفروض في حاجة المفروض تعدل او تقال لهم يعني. انا افتكر انه الاجراءات هي اكثر من انه يعني ما هي دي ارقام بيقرروها هم. اولا يعني انا كزول ماليه قديم يعني عندنا احنا كنا بنحسب مناسبه اعداد الموازنه دي كنا بنحسد لها حشد يعني، ونبتدي من شهر 7 نحن نرسل خطاباتنا للوزارات كلها بحيث انها تمدنا باحتياجاتها، شنو اذا عندهم مشروعات جديده عندهم كده، بحيث ندرجها في ونقعد ونشتغل يعني مساء وصباح لغايه ما تطلع الميزانيه، وبعدين تقدم للقراءه الاولى للبرلمان، القراءه الثانيه، وتجاز في يعني شغله طويله جدا، وحشد من خبراء
متمرسين في هذا العمل، يعني وليس أن يجلس يعني بضع أشخاص يعني أو من حاضنة سياسية أو من توجيهات من حاضنة سياسية خارجية، صندوق نقد ولا خلافه. هذه الأشياء لا تعد بها موازنات للبلاد، فينبغي أن تراجع كل هذه الأشياء وتكون النظرة واقعية وفقد شيء لا يعطيه. ولازم يعني من الضرورة من قبل كل شيء أن يكون وضع الرجل المناسب في هذه المواقع الحساسة والخطيرة، والسودان غني بأبنائه حقيقة. نعم، ما أعرف إذا تبقى لنا من الزمن زي دقيقة أو أقل من دقيقة كما يشير الأخوة في الكنترول. هل حاسس يا دكتور إنه دقيقة واحدة يعني فزي زمن خلاص شرف النهاية؟ دكتورة رمادي دقيقة لا تكفي لنا لأي إضافة، فنشكرك ونشكر الأستاذ المشاهدين الذين كانوا معنا في هذه الجزئية. تحدث فيها دكتور عن بعض الجزئيات حول موازنة 2021، باعتبار أن الموازنة حتى هذه اللحظة أيضا ما زال الحديث حولها يدور ويدور، وربما تعدل بعض الأرقام وتضاف بعض الأرقام في سبيل التحسين والجودة والأداء. دكتور شكرا جزيلا، نلتقي إن شاء الله. شكرا لك. مشاهدي الكرام، نلتقي إن شاء الله دائما عبر قناة الخرطوم الفضائية في المؤشرات الاقتصادية، واقتصادنا بإذن الله تعالى على الطريق الصحيح إن أحسننا كل الفرص المتاحة إلينا وجدنا كيفية نتعامل مع واقعنا الاقتصادي. صح كثير من الأزمات، لكن خلينا نقول إن الأزمات قادرة على تحريك طاقات الشعوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.